سائل يقول: أرجو منكم كلمة تبين فيها ما عليه الشيعة من باطل وتحذر الناس من باطلهم وضلالهم، لأني رأيت بعض الناس قد تأثر بهم وجزاكم الله خيرا. نعم، هؤلاء بارك الله فيكم الرافضة قد بين أئمة الإسلام من قديم ومن حديث ما هم عليه من عقائد فاسدة مناقضة للكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمقالاتهم الفاسدة سواء المتعلقة بالكتاب العزيز بكتاب الله جل وعلا ظاهرة وتكلم فيها أهل العلم وبينوا، ومقالاتهم في كتبهم واضحة، وألف بعضهم فيها رسالة في تحريف كتاب رب الأرباب من شيوخ الرافضة، وموقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصة من الشيخين أبي بكر وعمر وابنتيهما من بقية الصحابة، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا والعياذ بالله، هذا منهم مناقض ومكذب للقرآن والسنة وإجماع الأئمة، زد على هذا طعنهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من وذلك بنيلهم من الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زد على هذا ما يعلقونه من ماذا؟ من ضلالات أخرى تتعلق بأئمتهم الاثنى عشر. زد على هذا، زد على هذا انحرافات في السلوك، شذوذ في الآراء إلى غير ذلك. ولهذا قال نعمان طاهر الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، وكتاب معتمد عند الرافضة، حتى تعلمون أنهم ليسوا معنا لا في كتاب ولا في نبي ولا في صحابة، أنطقهم الله الذي أنطق كل شيء، يقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر وخليفته عمر ليس ربنا، والنبي الذي خليفته أبو بكر وعمر ليس نبينا، وهذا مقرر في كتاب الأنوار النعمانية، موجود منصوص عليه ويقرر إلى اليوم ويدرس في الحوزات. فإذا كان الرب وإذا كان النبي وإذا كان الكتاب فعلى أي شيء؟ هؤلاء بارك الله فيه كما قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الثرى، لو كانوا طيرا لكانوا رخما، ولو كانوا بهائم لكانوا حمرا كما قال الشعبي رحمه الله. نسأل الله العلي العظيم أن يكفي المسلمين شرهم، ويجب الحذر منهم بارك الله فيكم.